تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج بين دجلة والفرات. بعد الاعتداءات التركية وكذلك الإيرانية على ملف المياه العراقية، بدأ دجلة والفرات يحتضران ولا يوجد هنالك التفاتة من قبل الحكومة العراقية. حلقتنا لهذا اليوم خصصناها من برنامج بين دجلة والفرات، خصصناها للحديث عن هذا الموضوع. راح ناخذكم لجولة على مدار نصف ساعة في دجلة والفرات، راح نتعرف فيها على أسباب تدهور حالة دجلة والفرات وأيضا أسباب غياب الرقابة الحكومية وأسباب غياب المفاوضات مع الجانب التركي والإيراني. القيانة نرحب بكم مشاهدي الكرام، ونرحب بالأستاذ تحسين الموسوي الخبير المائي. أهلا وسهلا بك أستاذ تحسين. حياك الله أستاذ معتز، شكرا للدعوة الكريمة. شكرا لك. بداية بين دجلة والفرات برنامجنا، خلينا هاي الحلقة تختص بدجلة والفرات. دجلة والفرات يحتضران، ما الأسباب؟ دجلة والفرات تاريخ، دجلة والفرات حضارة، دجلة والفرات هوية العراق. حضارة هذا البلد هي حضارة نهر اللي تغنوا به الشعراء والغزل. للأسف عندما نتكلم عن دجلة والفرات نتكلم عن ماضي، نتكلم عن نهر في الماضي، أما اليوم فهو قناة، وقناة مسيطر عليها وتعود لأسباب كثيرة، تعود لأسباب خارجية وأسباب داخلية. الأسباب الخارجية كانت هي سيطرة دول المنبع على حصص المياه، الحصص العراق المائية، مستغلة مشاكل العراق والظروف اللي مر بها والتقلبات على عقود من الزمن، بحيث بنت ترسانة من السدود والخزانات مخترقة للقوانين الدولية والأعراف وحقوق الإنسان. غياب أيضا هذا الملف كأولوية من الفاعل السياسي أدى إلى ما أدى إليه، بحيث نحن نعيش اليوم في أسوأ حالة على مر التاريخ أمام تحالف خطير وصعب جدا. حقيقة نشهد اليوم تحالف المناخ والجفاف والأمن الغذائي، نعم، يرافقه انسداد سياسي أثر سلبا كله على الوجود، على الحياة. نعم. لاحظ الآن دجلة والفرات الآن. هل هكذا مناظر مقبولة لدجلة وهو يحتضر؟ وأنت بالكواليس حكيت ويا حتى الموجودين الصيادة، إحنا مثل ما نقول، تمام، يتمشون لحد هذه الجزر الوسطية. أكيد السنة الرابعة على التوالي من الجفاف، وهذا نعرفها أسباب كبيرة. إحنا تكلمنا عن الخارج، لكن أيضا هناك سوء استخدامات من الداخل، وهذا ما يعاب على العراق. نحن لا يزال نتعامل بالطرق التقليدية الكلاسيكية القديمة في الزراعة اللي تستهلك بحدود 75%، نتعامل من خلال استخدام الموارد المائية من المشاريع المفتوحة واللي هذا نظام استغنت من دول العالم، نتعامل مع بحيرات طينية، نتعامل حقيقة مع ري سيحي قديم. الآن الظرف اختلف، لاحظ أنه نفوس العراق بازدياد، الإيرادات والحصص المائية، الطلب كثر على المياه زاد والعرض ثابت بل فيه انخفاض. الآن العراق أيضا مكان كل السدود والخزانات اللي كان بناها واللي سبق دول المنطقة بثلاثين سنة ببناء هذه السدود كانت هي لامتصاص موجة فيضانية. لم تكن هناك استعدادات لسنين الجفاف، نعم، وزيادة الموارد البشرية. هذا قلت لك أسباب كثيرة. إذا ما نحكي سيد عن العامل الخارجي، العامل الخارجي من أهم الأسباب في انخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات هو النظام التركي. اليوم النظام التركي يضغط على العراق في ملف المياه وكذلك في ملف البككة ويقصف المدنيين، بالتالي النظام التركي يستباح أرض العراق وكذلك مياه العراق الذي حرمت منها مناطق الجنوب، والآن الأهوار تعاني الأمرين في جنوب العراق. مشكلة العراق الدائمية مع تركيا وخاصة في اتفاقية المياه، بحيث لم تخضع أو لم تستجب تركيا للمعاهدات الدولية، حتى القانون الدولي 97 اللي أشار وأجزم على أنه المياه حقوق مشتركة لا سيادة على المياه. صحيح أنه هذه الحقوق ما تنطيك الحق المطلق بالتصرف بالمياه، بل هي أبعد من ذلك، ذهبت إلى حق من حقوق الإنسان اللي تعاملت مع الأمم المتحدة. لكن العراق أخفق في هذا الملف على المستوى الخارجي، حيث كان على العراق منذ عقود أن يتجه، عن تكلمك عن النزاعات الدولية فيما يخص الدول المتشاطئة،
تبدأ هي في مفاوضات، ومن بعد المفاوضات هناك لجنة تقصي حقائق، ومن ثم إلى التحكيم، ومن بعدها إلى المحاكم الدولية. العراق لم يتبع هذا البرنامج. إضافة الجانب اللي تكلمت عليه، لم يستغل ملف الميزان التجاري التبادل الكبير بين تركيا والعراق في تحقيق اتفاقية للمياه، وكذلك الموضوع الملف الأمني فيما يخص البككة، بحيث أنه لاحظ اليوم القوات التركية، يعني هي ذريعة استخدمتها تركيا. نعم نعم، ذريعة استخدمتها، وبنفس الوقت العراق ما استفاد من عدها في ملف المياه. نلاحظ للأسف الشديد هذا الملف فاقد للأولوية، وعليه ضبابية كثيرة، ويتحمل الفاعل السياسي. نعم. العراقي. أنا يعني اليوم الوضع مختلف. اليوم حقيقة برمتها الحكومة والعملية السياسية هي مهددة في ملف المياه. ملف المياه يختلف، أكثر من 50% تعتاش على نسبة الزراعة، بدأ الموت التدريجي من ذنائب النهر من البصرة. نتكلم اليوم حتى لم نحفظ حقوقنا من التراث العالمي، الكل يتذكر الأهوار دخلت محمية دولية بالتراث. نعم. العالمي عام 2017. هذه المحمية الدولية أشارت بالقانون الدولي على دول المجرى تأمين الحصص المائية للنظم الأكولوجية، حتى هذا المبحث لم يذهب إليه العراق، وهذه مسؤولية الخارجية ووزارة الثقافة. يعني للأسف الكبير تقصير واضح وإهمال واضح لهذا الملف. احنا راح نتحدث عن التقصير والإهمال الحكومي سيد عن هذا الملف، لكن بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ومن بعدها مكملين حلقتنا لهذا اليوم. مرحبا بكم من جديد مرة أخرى، ورحب بي سيد تحسين، مرحبا بك مرة ثانية في برنامج من الدجلة والفرات. اليوم نتحدث عن الملف التركي وضغطه على العراق. اليوم إذا ما أردنا الحديث عن العامل الداخلي، لا توجد هنالك مفاوضات ولا خطط استراتيجية للحد من الخروقات التركية في ملف المياه وحتى في ملف الأمني، لكن موضوعنا اليوم في ملف المياه. أجدد التحية لك ولكل متابعيكم الكرام. حقيقة يعني تكلمت عن مفصل جدا مهم، لكن خلينا نجي للأسباب نناقشها. السبب الرئيسي أنه ملف المياه لم يأخذ أولوية بعد 2003، وأسباب عديدة منها تعدد مصادر القرار أفقدت أولويته، في حين أنه هكذا ملف المتابع للشأن العالمي كان هناك اهتمام عالمي، الصحف العالمية، الوكالات العالمية، الناشطين، منظمات المجتمع المدني، بأن العراق مقبل على سنوات من الجفاف، وهذا نتيجة السيطرة على موارده وحصصه الخارجية. تركيا لم تستجب للقوانين الدولية. لاحظ دائما حضور تركيا للمؤتمرات والورش الفنية هو فقط من باب رفع العتب. لحد الآن لم نلمس ملموس، بالعكس نحن في تراجع، وتراجع خطير، بحيث بدأ عندنا الموت فعلا يظهر. نحن الآن في بغداد وهذا حال النهر، وأسفل بغداد نتكلم عن مياه شرب. حقيقة هي حرب اقتصادية أضرت بالأراضي الزراعية بحدود 70-90% مهددين بالتصحر، أمراض كثيرة، مسببات ارتفعت العواصف الترابية، العواصف الرملية، فقدان التنوع الأحيائي، الهجرة الفعلية. نعم، هل نقول يعني اليوم إذا ما أردنا الحديث عن الجانب العراقي، هل هنالك لماذا لا نرى فقط بعض بيانات الاستنكار والشجب؟ هل هنالك تواطؤ من قبل الحكومة العراقية مع النظام التركي؟ لاحظ أنه دائما العراق لا توجد لديه استعدادات للأزمة. للأسف المشكلة بعد 2003 كان الصراع على السلطة هو الجانب الرئيسي. لاحظ يعني هذا الملف المفروض كان ما يخضع للسياسات وما يخضع لتغيير السياسية، لكونه ملف حيوي ويتعلق مباشر بحياة الإنسان، يتعلق بالتنوع، بالحياة، بالكون. هذا الملف للأسف الشديد أيضا مثل ما تفضلت، نعم المفروض تتحمل الحكومة العراقية، لكن عندما نخاطب الحكومة العراقية هنا لا نقف على جهة معينة. كون العملية بعد 2003 خضعت لعملية للمحاصصة، وهذه المحاصصة أرمت بظلالها على في جانب سلبي. لاحظ بنفس الوقت يعني أيضا لا أخفيك حتى ثقافة المواطن في عملية استخدام المياه، هذه النعمة اللي الله سبحانه المياه العذبة، ثقافة متدنية، وهذا ما أشار إليه مؤتمر المياه اللي أقام في بغداد، حيث مبعوث الأمم المتحدة وجه رسالة أعتقد لم يفهمها الحضور. نعم. أنه على الحكومة العراقية إدخال عملية استخدام المياه في المناهج التربوية. النقطة المهمة جدا، هذا الملف خضع لفساد،
فساد يبدي من المواطن اللي أصبح ثقافة شائعة بعملية هدر المياه إلى أن تصل لأعلى هرم بالدولة. يبدي بالتجاوزات، لاحظ هدمنا البنى التحتية اللي كانت موجودة وأثر سلباً، إنه زيادة الموارد البشرية هذه ما حسبنا إنه العالم يمر. لا توجد هنالك خطط مستقبلية لدى الحكومة العراقية منذ 2003 ولحد هذه اللحظة، ورأينا هذه المشكلة في يعني قبل أيام قليلة في الزيارة، يعني في زيارة الإمام الحسين. أيضا لا يقتصر الحديث فقط على تركيا، أيضا إيران لها جانب جدا سلبي على مياه الأراضي العراقية. اليوم لو كان يعني لدينا فريق مفاوض في حتى في ملف دخول الإيرانيين إلى العراق كان استغلنا صح في المياه العراقية. الحقيقة الفشل يبدأ من الداخل. لاحظ إيران أيضا مواردنا من إيران، خلينا نحدث المشاهد نخليه بالصورة، نعم، في حدود 70% من موارد العراق هي من تركيا والباقي موارد طبيعية. دجلة نوعا ما أفضل. بالنسبة للجانب الإيراني كان هناك قطع بالنسبة للكارون والكرخة، والآن بدأ بالمغذيات اللي نتكلم عن الزاب الصغير، نتكلم عن ديالة، عن سيروان، نتكلم عن العظيم، نعم. لكن ملف المفاوضات بصورة، والمهم جدا هنا يجب أن نعرف ونحدد المسؤوليات، ملف المفاوضات يجب أن يكون بيد على سلطة بالبلاد، يعني أنه نرمي هذا الملف على وزارة هي مسؤولة عن نقل المياه الخام، هي وزارة الموارد المائية في التفاوض على حصص المياه، حصص عراق المائية، هذا خطأ كبير. هذا الملف كان مسؤولية الخارجية، مسؤولية أعلى سلطة بالدولة أنه تتبنى هذا الملف. دائما المفاوض العراقي مفاوض ضعيف، لحد هذه اللحظة لم يكن بمستوى الحدث العالمي اللي تحدث عنه عن حرب المياه وأزمة المياه القادمة. ما هي حرب المياه؟ حرب المياه هي قلة الموارد الطبيعية وارتفاع في الموارد البشرية. هدد العالم الآن العالم أمام مجاعة، أمام تدهور. العراق ما طور وسائل العيش، بالعكس أنت تلاحظ مثلا اليوم، لاحظ دجلة أصبح مكب للنفايات، لاحظ وزارة. إحنا في صدد هذا الحديث عن دجلة وهذه النفايات، لكن خلي أنا وياك اليوم بما نحن مخصصين حلقتنا لهذا اليوم عن دجلة والفرات وعن يعني السلبيات اللي متواجدة وضعف المفاوضات في ملف المياه، خلي ناخذهم المشاهدين أيضا ويانا جولة حتى يشوفون دجلة بأم عينهم، حتى يشوفون هذا التقصير من جانب أيضا المواطنين. إذا مشاهدي الكرام راح نروح نشوف دجلة وهو يحتضر، ابقوا يانا. أيضا مشاهدي الكرام مثل ما قلت لكم احنا راح نشوف جولة في داخل دجلة، يعني حتى نشوفون المعالم الواضحة امامكم. سيد اليوم حتى العراقيين مقصرين في هذا الملف، حتى انت تشوف النفايات، المكبات صارت داخل مياه نهري دجلة والفرات. نحدد المسؤوليات. لاحظ الآن هذا النهر اللي أصبحت ثقافة رمي النفايات، لاحظ أول تجاوز يبدأ من مؤسسات الدولة، يمكن وزارة الصحة قريبة عنه اللي دائما هي بترمي المخلفات المسببات المرضية بالنهر، مياه الصرف الصحي المجاري للنهر. ثقافة المواطن، ثقافة نهر للأسف الشديد، هذا جانب. كل الوزارات، أنا لا وزارة معينة، غياب البيئة تماما، عدم تفعيل قانون رقم 27 سنة 2009 حماية البيئة، يعني العراق يعاب عليه من هذا الجانب. والمنظمات منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لطالما حذرت، لكن للأسف الشديد لم تكن هناك أذان صاغية. أيضا الخلل تتقاسم ليست الوزارات، دور المحافظات دور جدا كبير، أنا أقصد على الحكومات المحلية اللي ساعدت أيضا على تدهور هذا الملف، بحيث لاحظ عملية التجاوز الكبيرة من خلال رمي حتى صيانة ماكو يعني بنهري دجلة والفرات. يعني شوف هسه لو كان هذا المكان في أي دولة من دول العالم شلون كان يستغلونه؟ هذا المفروض يكون منتجع سياحي متنفس للعوائل العراقية، المفروض العراقية، وإحنا نتحدث اليوم بالعاصمة.
يعني نتحدث، انا ماذا اتحدثت لك عن مأساة ما يحدث في شط العرب، ما يحدث بمحافظة ذي قار. واحنا راح نجي عن ذي قار وشط العرب يعني بعد الحديث عن نهر دجلة. يعني تقريبا احنا كلام نهر دجلة والفرات وشوف شوفنا الناس تفاصيل مهمة جدا. خلينا نتحدث عن شط العرب مثل ما ذكرت أنت، وأيضا المحافظات الجنوبية. اليوم المحافظات الجنوبية تركت أراضيها الزراعية، تركت الأهوار، تركت الثروة الحيوانية، وبالتالي اليوم يعانون من يعني شح المياه بسبب انخفاض مناسيب المياه من المنبع، من النظام التركي، من إيران، وحتى تقصير الحكومة العراقية. نعم أستاذ معتز، أنت تتكلم عن الهجرة، الهجرة الفعلية وهي في تزايد يعني. نعم. واليوم موضوع جدا مهم خلينا نتحدث عنه. نعم. عامل الهجرة عامل خطر. اليوم أول شيء من يتهجر المواطن من أراضي من الصعب إعادته له. نعم. وهذه الأراضي أيضا من راح تفقد خاصيتها. إحنا يمكن هسه إحنا موضوع التصحر، وأيضا صح يتعلق هذا الموضوع كله في ملف المياه. كله في ملف المياه وكل أسباب المياه. يعني أنا ما أريد أقول لك إحنا وصلنا المرحلة الثالثة من التصحر وهي مرحلة خطرة. في حين أن الوقاية من التصحر أفضل من العلاج، لأن ما قلت لك من صعب إعادة المهجرين، من الصعب الأرض عندما تفقد خواصها الفيزيائية الكيميائية الأحيائية أنه نعيد نشاطها له. إذن نحن في تراجع كبير وكله بسبب سياستنا الغير صحيحة بسياسة استخدام المياه. نعم، يعني البعض يتحدث عن جفاف نهري دجلة والفرات في المستقبل. خلي نتحدث بهذا الجانب لكن بعد فاصل قصير. إذن مشاهدينا الكرام فاصل، من بعدها مكملين حلقتنا لهذا اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ونرحب بسيد تحسين الموسوي، مرحبا بك مرة أخرى. كنا نتحدث قبل الفاصل بالبعض يتحدث عن جفاف نهري دجلة والفرات. شكرا أستاذ. حقيقة الجفاف بدأ عندنا، يعني احنا السنة الرابعة دخلنا بالجفاف، وخاصة ما تحدثنا بداية الموضوع عن القطع. لكن الآن خلي يكون واقعيين وننقل الحقيقة مثل ما عكس ما ينقلوها المسؤولين. الآن المياه اللي موجودة هي خزين من منخفض الثرثار وخزين من الجزء الميت. يعني العراق الآن يتكلم عن آخر خزين للمياه، وهو خزين غير صالح للاستهلاك البشري. نسبة الملوحة به جدا مرتفعة، تضاف لأيضا الملوثات اللي نبحث بها اللي تحدثنا من خلال رمي المخلفات. المتنبئين أنه التغيير المناخي وانعدام الساقطات حتستمر للعام 2030، بغض النظر على انه احنا ضمن المناطق الشحيحه بالامطار. دجله والفرات حقيقه يعتمد على ذوبان الثلوج اللي هي تبدا من دول المنبع اللي تكون لنا هذا المصدر. لاحظ العراق دائما كان يكون هو يتحمل الضرر. يعني الضرر نتكلم عنه، اكيد الموجه الفيضانيه هي ليست بصعوبه مثل الجفاف، تكون اسهل حتى على القائمين مثل الموارد المائيه المحافظات. لكن مساله الجفاف ما مر بهكذا قساوه على العراقيين، ولم توجد حقيقه عمليات للجفاف. لكن سالتني قبل بالجزء الاول على انه لا توجد دراسات، لا بالعكس، الدراسه السوفيتيه منذ عام 70 توقفت بسبب الحرب العراقيه الايرانيه، بعدها الحصار، ومن ثم اليابانية، ومن ثم الإيطالية إلى عام 2035، لكن لا يوجد تفعيل على أرض الواقع. توجد دراسات وتوجد برامج، لكن نعم. للأسف لم يكن حتى ما يستفادوا من خبرة الخبراء المائيين وكثير من التفاصيل. سيد، اليوم هل نحن محاربين من قبل دول المنبع حتى في ثروتنا الحيوانية؟ على اعتبار أبسط مثال، الشباب هنا يعني هوايتهم صيد السمك أو عيشتهم على صيد السمك، بالتالي حتى سمك داخل نهري دجلة والفرات انعدم في هذه الفترة. حقيقة هو ليس فقط في البحيرات، في الأهوار، عندما نتكلم عندما قلنا محمية دولية هي منبع للطيور المهاجرة العالمية، هي للتنوع الأحيائي من الثروة السمكية والثروة البحرية، هي أيضا منبع مثل ما تفضلت للأسماك، هي نسبة عالية من يعتاشون. يعني عندما نتكلم عن الصيادين والبحيرات نتكلم عن مربي الجاموس،
نتكلم عن مربي الطيور، هذا جانب القسم الإنتاج الحيواني بالشق الثاني من الزراعة. أما بالنسبة للإنتاج النباتي فهو الآن لاحظ أن الخطة الزراعية تراجعت من 100% إلى 50% ومن ثم إلى 20%. يعاني الفلاح اليوم من ضغط هائل من قبل أولا الحكومة العراقية وكذلك من قبل دول المنبع وأيضا من الحكومات المتعاقبة والسياسات الخاطئة بسبب ملف المياه، الاعتبار لا توجد زراعة في كل مناطق العراق، أصبح الناس المزارعين الفلاحين يهاجرون من المناطق الريفية إلى المدينة. حقيقة هكذا مشاكل بالنسبة للمياه، من الصعب تأمين، ويجب أن نكون صريحين، تأمين خطة زراعية كاملة. إذن يجب تغيير أو تطوير وسائل العيش. أنا تحدثت عن جانب التحلية، إعادة تدوير المياه الثقيلة، ليس فقط لغرض استخدامه، لغرض رفع التلوث، استخدام مخزون من المياه الجوفية، تحلية مياه البزل، وهذه أصبحت إمكانيات. وتفضلت جنابك تكلمت أيضا عن الموازنة أيضا في خلال برنامجك. أنه العراق يمكن اليوم موازنة العراق تعادل 4 دول، وهذه الدول تنتج وتصدر ووسائل منظومات حديثة أو طورت مشاريعها بالري المغلق واستخدام تقنيات حديثة، والعراق في تراجع مستمر. صح. نرجع للآفة اللي ضربت جسد ومؤسس العراقي، ألا وهي آفة الفساد. نعم. إذا من نقتل هذا المرض حقيقة، لكن لربما يكون نوعا ما أهون في جانب، لربما حتى جانب داعش كان أهون من حرب المياه. الحرب المياه أخطر، المياه تحتاج إلى وحدة وطنية مثل التي حدثت في قتال داعش. أحسنتم. كيف يمكننا التخلص من سيطرة أو سطوة النظام التركي والإيراني على هذا الملف؟ عندما نعتمد على الموارد الداخلية، عندما نستنبط طرق حديثة للزراعة، مثلا نتخلى عن المحاصيل الاستراتيجية، نخلص يعني هذا الابتزاز من دول الجوار تشعر أنه احنا ما محتاجين هذا الملف، فقط بالحصص المائية هي حتطلق المياه للعراق. لكن العراق بهذا التراجع المستمر يزيد الابتزاز، حالات ابتزاز بالنسبة للملف المياه. وأيضا من الخطأ الكبير أن نرمي في كل أخطائنا على التغيير المناخي وعلى دول الجوار. نعم. هذا أيضا خطأ كبير. هل نحتاج إلى تدخل أممي في هذا الملف؟ أكيد نحتاج إلى خاصة اليوم المجتمع الدولي متعاطف مع العراق بهذا الملف، لكن يبدأ التحريك من الداخل. لاحظ أن اليوم حتى ثقافة المواطن، يعني حتى نتحدث على جانب احتجاجات ومظاهرات الناشطين، الصالون الثقافية، لم نلاحظ أي اتجاه في هذا الملف. لربما إذا أردنا أن ندعي لهذا الملف في الخطير سوف تجدهم على عدد الأصابع وربما لا يتوازنون. فهذه مشكلة تتعلق بثقافة المواطن. أنا قلت الفساد يبدأ من المواطن بملف المياه. المواطن يتحمل جزء كبير. لا يوجد تقنين للمياه. لا يوجد تقنين، ولا يوجد أيضا احترام لهذه النعمة، في حين نحن نواجه خطر كبير في ملف المياه. للأسف الكل حتى هذه اللحظة مدى يشعر بالخطر المحدق والخطر الحقيقي. يعني لاحظ مستوى الجفاف، يلاحظ أن المياه غير صالحة لاستهلاك البشر، طبعا غير صالحة، تقارير أممية من محطة الرستمية بهذا الشكل وغير صالح. كان أفضل وغير صالح، كان أفضل عام 2017 كانت المياه أفضل، وحين تم أخذ عينات من ملف المياه من الرستمية، تقرير الأمم المتحدة صدر عن أنها تحمل مواد بتر وكيميائية خطرة لا يمكن استخدامها للاستهلاك البشري، وهذا أيضا اللي أنه إحنا زدنا من عملية تلوث المياه. طيب. نعم. سيد تحسين الموسوي الخبير المائي، شكرا جزيلا لك على حسن تعاملك في هذا الملف أولا، وأيضا اليوم مجيئك لبرنامج بين دجلة والفرات، وأخذناك وتعبناك في هذه الجولة، شكرا جزيلا. بالعكس أستاذ، هذا واجبي، وأنا أشكركم كلسان حال، وأنه إحنا أمام مسؤولية كبيرة، واليوم الإعلام هو يكاد يكون من الباب الأول، واللي بسببه تردى ثقافة المياه بسبب غياب الإعلام عن هذا الجانب المهم. أحسنت. كون لا تتوفر لي الملفات الفنية كاملة. شكرا جزيلا. شكرا لك. لك. شكرا. وأنتم مشاهدين الكرام، شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة. نتمنى مثل ما ذكر السيد تحسين، مثل ما تحدث السيد تحسين عن تقنين المياه، وأيضا عن الالتفات لهذا الملف، وأيضا الضغط على الحكومة من أجل الضغط على تركيا وإيران من أجل أن لا يقطعوا المياه على نهري دجلة والفرات. شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقيكم بحلقات أخرى، حتى ذلك الحين أستودعكم الله.